سلام بنات ودراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم بنات غادي نشارك معكم كيكه ديال خزو بالشوكولات. كتجي البنات هائله، كتجي البنات معلكه ومسقيه بلاصوص ديال الشوكولات، كتجي فنه. تبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه غادي نحتاجو 5 ديال الحبات ديال البيض، هنايا غادي نضيفو نص زلافه ديال سنيده. انا استعملت هي زلافه متوسطه. من بعد غادي نخلط بالبعتوغ حتى يطلع ليا الحجم ديال البيض. وهنايا غادي نضيفو زلافة ديال الزيت، هنايا غادي نستعملو معلقة ديال الروح ديال الخوخ. راه وريتها ليكم، هدا من أحسن حسن من داك اللي كيتباع بالعبار، هدا كيجي في الكيكات كيجي فيه روعة. غادي نستعملو معلقة صغيرة، وغادي نضيفو زلافة ديال الخزو محكوك. هنا من بعد ملي خلطنا الخليط غادي دابا البنات غادي نضيفو الزلافة ديال دقيق الفورص. هنا البنات راه عبرنا بكلشي بالزلافة الصغيرة، وغادي نستعمل واحد جوج المعالق ديال الكاكاو. من بعد غادي نضيفو ثلاثة ديال الساشيات ديال الخميرة الوزن 7 غرام. من بعد ملي دفنا ليه الخميره غادي نغربلهم، وغادي نحرك الخليط ديال الكيك. هنا البنات خديت المول، تندب شويه ديال الزبده ورشيت عليه شويه ديال الدقيق. دابا البنات غادي نفرغ الكيك. كتجي البنات هاد الكيكه كتجي روعه بخزو. من بعد ملي فرغنا الكيكه في المول، وغادي نخشيو الكيكه في الفران يكون بارد. هنا البنات غادي نوجدو لاصوص ديال الشوكولات. غادي ناخدو الكاسرونه، غادي نضيفو عليه واحد الكاس ديال الماء، وغادي نضيفو جوج معالق ديال الكاكاو. كتجي البنات هاد لاصوص ديال الشوكولات كتجي اقتصاديه وكتجي لذيذه. وغادي نضيفو معلقه ديال الشوكولات للدهن، غادي نضيفو معلقه صغيره. هنا البنات غادي نضيفو تقريبا واحد جوج معالق ديال الزيت نباتيه، وغادي نضيفو جوج معالق ديال السنيده. صافي البنات غادي نخلط الخليط ديال لاصوص ديال الشوكولات، غادي نديرهم فوق النار. غادي نستمر في التحراك واحد المده ديال 5 دقائق ولا 6 دقائق، وغادي نطفي على البوطه ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات من بعد ملي وجد ليا لاصوص ديال الشوكولات، من بعد ملي خليته واحد المده ديال 6 دقائق، دابا البنات غادي نستمر في التحراك. كتجي البنات هاد لاصوص تجي اقتصاديه وكتجي لذيذه. هنا البنات من بعد ملي وجدت ليا الكيكه خرجتها من الفران، دابا غادي نتقبها بواحد المس. هكا تجي البيت من فوق، هكا تجي هشيشه من الداخل. صافي البنات ولاصوص ديال الشوكولات راه بارد، والكيكه الله خرجتها من الفران. صافي البنات غادي نشرب هاد الكيكه ديالتي مزيان مزيان. صافي غادي نخليها واحد المده ديال 2 دقائق ولا 3 دقائق، عاد غادي نحيدها في المول. هنا البنات من بعد راه تشربات، كتجي البنت هشيشه وكتجي لذيذه ومعلكه من الداخل. دابا غادي ناخذ واحد جوج ديال الحكاك ديال دانيت ديال الشوكولات، غادي ندهن بها الواجهه ديال الكيكه.
وانا البنات خديت واحد 5 ديال القطع ديال الشوكولاتة الابيض، غادي نزين بها الواجهه ديال الكيك. وانا البنات غادي ناخذ فواكه معسله، غادي نزين بها الواجهه ديال الكيكه. كتجي البنات هذه الكيكه كتجي معلكه من الداخل، وكنتمنى تجربوها مع افراد الاسره ديالكم. ايوا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالتي ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم. من بعد ملي زينتها بالفواكه المعسله ورشت على شويه ديال الشوكولاته الابيض، ودابا البنات غادي نقطعها لكم من الداخل، كتجي البنات عشيشه وكتجي رائعه. كنشكركم سواء البنات سواء داي كيف قدرتي، كنشكركم على الكومونتيرات وعلى اللايكات اللي كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى فيديو اخر تولي لي فريوسكم. يلا بالسلامه عليكم.